وانت داخل المنطقة الخضراء هيستقبلك المكان الجميل اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، حديقة السلام، الحديقة اللي أنشأها شباب منتدى شباب العالم أو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، واللي وضعوا فيها مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية المختلفة اللي كلها صديقة للبيئة، أعمال فنية وتحف وأشكال هندسية كلها معمولة بمواد صديقة للبيئة، وفيها كمان مجموعة من الأنشطة الترفيهية بحيث أنها تكون مساحة للترفيه لكل الزوار ولكل المشاركين في قمة المناخ كوب 27. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من خلال تقريرنا الحالي. يعني اشرح لنا اكتر بقى عن فكره ايه المهام اللي قمتوا بيها والتجهيزات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت عشان في الاخر تطلعوا كل الجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي. هو في البدايه احنا تولينا التكليف بناء على تكليف السيد الرئيس، هو كلفنا كاداره منتدى شباب العالم ان احنا نكون من اللجان المشاركه في تنظيم مؤتمر المناخ او الكوب 27، وبناء عليه بدانا اتقسمنا لمجموعات عمل، كل مجموعه تخصصت في حاجه، بنراعي من اول ما التسجيل وبنراعي من اول المطارات والانتقالات والاقامه لغايه اللجنه الهندسيه اللي انا عضو فيها وبتشرف ان اكون عضو فيها، اللي تولت هذا المكان وبدات تحط تصورات ازاي نقدر نطلعه يوجه رساله للزوار وللعالم كله عن اضرار التغيرات المناخيه المختلفه الموجوده عندنا. بناء عليه حضرتك هتلاقي كل حاجه موجوده هنا في المكان هي بتوجه رساله معينه للزائر عن تاثير التغيرات المناخيه، عن طريق التوليد للكهرباء جديده، عن مصادر للطاقه جديده، عن اكسبيرينس الزائر نفسه بيعيشها ويشوف التغيرات المناخيه دي بتاثر على الحاجات المختلفه، الارض والمناخ والجو والحاجات دي كلها، بنديله نبذه كامله عن التغيرات المناخيه بتحصل عندنا ايه. كان دور كبير جدا برضو ان احنا نقدر نغير من كون مؤتمر المناخ هو اجتماعات ونقاشات لوجود جانب ترفيهي يقدر يثير التقرب وفضول الانسان وفضول الزائر ان هو يكمل في الكوب ويواصل تواجده فيه. وبناء عليه زي ما قلت حضرتك احنا تشكلت اللجان وبدأنا العمل، رفعنا مساحة هذا المكان وشفنا افضل الانشطة بالتعاون مع اكبر الخبراء الخاصين بالبيئة عشان يقدموا لنا نماذج نقدر نقدمها عملها شباب مصري تقدر تكون مشرفة للعالم ومشرفة للبلد وتورينا قد ايه احنا قدرنا نقدم منتج نهائي صديق للبيئة من مواد معاد تدويرها. استاذ عمرو احكي لنا بقى يعني ايه الجمال واللوحات الرائعه اللي احنا شايفينها ديت معبره عن ايه او الهدف منها ايه اكتر. في البدايه احنا لما تم تكوين التيم الهندسي تعاقدنا مع شركه وبعض الاشخاص اللي ليهم علاقه بالافكار الخاصه بالبيئه واعاده التدوير ويعني نفس الافكار دي تقريبا. بدأنا نشوف ايه البيلرز او المين ايديا اللي هنمشي عليها، فاستقرينا ان هي هتكون play work praise. بدأنا نطلع افكار الناس ازاي تستخدم البوسز او الحاجات الالعاب الرياضية او الحاجات اللي تقدر منها نعمل اعادة تدوير. فكرنا مثلا في work ان انت هتعمل عباد شمس بيقدر تتحرك الوردة مع الهواء فبتطلع الفيشة بتطلع كهرباء يقدر يقعد يشتغل فيها باللابتوب، يقعد وفي واي فاي في المكان كله متوصل تشتغل فيه. في مثلا بلاي ان انت تقدر تقعد في حاجات زي كده عجل رياضي مع البدال وانت بتبدل بتطلع طاقة كهربائية تقدر تشحن منها اللاب، وعلى حسب سرعتك تقدر تشحن الموبايل او اللابتوب. في بريس في مديتيشن اريا تقدر تتعلق بقى فيها بالحبال وتقعد وتعمل يوجا وحاجات كده. في بوسز بقى كبيره 7 مراحل اكسبيرينس تدخل تعيش في الطبيعه نفسها في ان انت تدخل في الاجواء بتاعه مثلا البكتيريا والميكروبات في الغابات، في ان انت في الفضاء مثلا وبتسمع الاصوات كلها بساوند سيستم موحد المكان كله تحس ان انت جوه الاكسبيرينس نفسها او جوه الكيان نفسه. في عندنا شاشتين كبار في وش الجسر بيقول لك ان الانسان بعد سنه سوري الحياه بعد سنه بدون انسان وبعد 10 سنين وبعد 100 سنه هتبقى عامله ازاي، بساوند سيستم حواليك كده بتسمع صوت النباتات والحشرات والحيوانات بقى لو في ديناصورات في
افيال في يعني الموضوع كله بيبقى في نوع من الكرياتيفيتي رائعه يعني الواحد يقدر يتجول فيها يعني وانت بتتحرك في الجرين زون كله.